الله انا ما بتعجبك قبل الفضيحه اللي احنا فيها دي. ها هو قد ايه؟ هو حاضر حاضر اهو هو هو بس انا مش عارف انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه دي كده. انبوبه انبوبه انبوبه. طب خلاص اثبت بس انك قاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا. ها عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه. غاز بتشممني غاز. مش احسن ما نصدره انت ولا بيه؟ بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين. الانبوبه التانيه دي يعني؟ اكسجين. حاضر اهو. متوتر انا اصلي ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا؟ عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك اشمعنى؟ وده وقت التاريخ دلوقتي. لا وقت راسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدنك بتموت ولا حاجة. كل دي كلها طلع في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعة كام عشان اخلص؟ عندي مصلحة. لو في تأخير قول لي عشان في قرش جاي سبوبة. اتفضل ادي ودنا يا قول. ابا ابويا ابويا لمبي. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا.